السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبة فورتنايت توريزم. في هذا الفيديو راح نحكي عن تجديد السوق الأسبوعي، في كم شغلة مفاجأة كمان راح أحكي لكم عليها، فخليكم عم بتتابعوا حتى إذا كنتوا مهتمين هذا الأشي تابعوا لنهاية الفيديو تعرفوا كل المعلومات المهمة، لأن بجد في شغلات مهمة ما تم الإعلان عنها، راح أشوف لكم إياها بهذا الفيديو. وهلا خلينا نبلش بالفيديو بالسوق الأسبوعي. بداية اول ما نبلش نفتح السوق الاسبوعي مثل ما بتعرفوا تجددوا اعطونا كل شيء شغلات جديدة وتحدث في عنا. هاي الشخصية اعطاني اياها، انا عندي اياها موجودة بالكولكشن بوك وعندي وحدة تانية فممكن نشتريها بمكاتركة حسب انتو رغبتكم في هذا الموجود بالمتجر الاسبوعي اللي بيتجدد. وبالاضافة اعطونا كم فخ واعطونا هذا السلاح واعطونا شوية شغلات مثل ما انتو بتعرفوا، يعني في كتير شغلات بس اعطونا هذا السلاح كمان جيد جدا. اللي ما عنده اياه ممكن يحصله، او اذا مو موجود عنده مثلا عنده اياه بس عمو حط نسخه من الكوليكشن بوك ممكن يحطه بالكوليكشن بوك. وهي الخزنات ما حكينا سابقا ايش موضوعها وايش اهميتها، وبس شغلات ثانيه بعضيه. اما هون موجود مثل ما نكون شايفين نزلوا شخصيه التانك. التانك مثل ما نكون شايفينها الميزه لها ما يصل طبعا بالدرع لما يكون هو بالتيم بيرك وليس هو قائد، يكون هو بالسبور، فيكون ميزته انه يعطي 5 هجمات توجه ضرب 64 ضرر من الضرر الاساسي للزومبي خلال نصف قالب. المهم هي ميزه، بعدين احنا نجو نسوي تجربه على الشخصيه ونشوف مدى فعاليتها، بس احنا نشتريها ونترك لكم اياها بعدين نسوي عنها تجربه. بس ولكن حسب ما شفت التيم بيرك جدا جميل، يعني ممكن وفيها دفاع وفي شغلات ما كانت موجوده عندي ممكن تستفيد منها، فهي الشغله. وهون بالباقي شغلات عاديه جدا ما في اي شيء. وهون في عنا لمات الشتاء وان شاء الله اليوم راح افتح كاملة. بس هلا في عندي نروح الشغله الثانيه اللي قلت لكم عليها المهمه جدا اللي هي بقى. طب مثل ما بتعرفوا يوميا في هون لمتين مجانيه بتيجي 50 في بوكس، ومثل ما بتعرفوا من كم يوم نزل لمه مجانيه ب 1500 في بوكس. طبعا اذا تبعت حساب على الانستغرام بكون حصلت، اذا ما حد بعتني وما حصلتها. في كمان كان في شخصيه مثلك موجوده كمان بالمهمات، كمان نزلت عنها تحدي وحكيت على الانستغرام، ما بعرف اذا كنت متابعني حصلتها ما حصلتها. المهم بس انا حصلت منها وقتها حصلت هاي الشخصيه المسك، انا حصلت هاي الشخصيه المسك مثل ما انكم شايفين انا هي حصلتها، ما كانت عندي موجوده المسك الشخصيه هاي، حصلتها من المهمه. طبعا اذا كنت متابعني على الانستغرام ممكن تحصل كل هالشغلات هاي. طبعا كمان انت تابع بس على الفيسبوك كمان ممكن تحصل، يعني اذا ما تابعت على الانستغرام تابعني على الفيسبوك كمان بيكفي، كمان بعطي هالمعلومات هاي وممكن تسالني وبجاوبك على المواضيع هاي. المهم نروح على اهم نقطه اللي كنا، طبعا انا خلال بحثي عن الانترنت كنت بدور فلقيت انا هذا التحديث موجود باللغه الانجليزيه 25/12/2019، موجود هذا الابديت موجود لطور الزومبي بس. فاستغربت جدا شلون هيك موجود ابديت بالنيوز، طبعا بالتويتر بالانستغرام باليوتيوب في كتير لحسابات الفورتنايت ما لقيت لهم شيء اعلان عنه، حتى باللغه العربيه ما كان معلنين عن هذا الاشي ولا حاكين اي شيء عنه، يعني حتى شوفوا هون ما في اي شيء، بس باللغه الانجليزيه نازل، حتى باللغه التركيه واللغه الفرنسيه في كتير لغات ما ينزل فيها هذا الابديت، بس باللغه الانجليزيه موجود وحتى بالاخبار ما منزل عنه. طبعا شو هذا الابديت ايش مضمونه وشو شرحه؟ انا راح اترجم لكم اياه ونشوف شو مكتوب فيه. طبعا اللي كاتبين هون بالتحديث الاسبوعي، بالتحديث راح ينزل ان شاء الله 31/11/31/1 راح ينزل هاي الشخصيه، راح ينزل هاي التحديثات بقلبها. طبعا كمان متمسربين كلهم ما حد حكى عنهم او شاف عنهم. طبعا هي ميزته انه بيعطيك انه بس يسوي الدرع بس يجهزها من الزومبي بيعطيه ضرر او 60% 5 هجمات لمده يمكن شد المده يمكن نص دقيقه بين حجم نص قالب. المهم مثل ما انتم شايفين هون كمان في عندنا قاذف اربجيه نزل سابقا كمان رح نرجع نحكي عنه ان شاء الله اذا بدكم اعملوا لي تعليق على الموضوع هذا. هذا القاذف اربجيه الموجود بتحديات نزلت عنا اياها اسمها مطاردات الشتاء، راح نروح عليها نفرجيكم. هي طبعا مطاردات الشتاء مثل ما انتم شايفين هي اسمها مطاردات، عفوا مطاردات الموسم، موسم مطاردات الشتاء، مطاردات الموسم. ندخل عليها في نهاية التحديات مطلوب رح يعطيني هذا القاذف الار بي جي. طبعا هون عم بحكي لك كمان في عندك هذا البو رح تحصله كمان ان شاء الله، بس شلون بدك تحصل هذا السهم ماب او مفن هذا القناص شلون نحصله ما بعرف لسه، مو مكتوب شلون طريقة تحصيله، ما مكتوب شلون بدنا نحصله، بس قريبا رح نحصله اكيد في في موضوع وجوز في الاسبوع الثاني رح يكون في تحديث جديد رح ينزل ورح ينزلوا لنا اياه، يا اما بالايتم شوب رح تلاقيه موجود او رح تلاقيه في تحديات رح تنزل عليه ان شاء الله. طبعا يحكي لك هون بتحديث المحتوى الثاني رح يكون 11/31 رح تنزل معنا هي الشخصيه الارنوب اللي انا حكيت لكم كمان عليها سابقا، قلت لكم في تحديثات رح تيجي من خريطه الطريق اللي بزمان وحكيت لكم عليها انه موجوده، هاي المعلومات كلها رح تيجي ان شاء الله. في هذا الشخصيه رح نحصلها، طبعا هي الشخصيه مثل تيم البرك تبع القطه اللي هي بتمط وبتبلش تعطيك سهم 5 سهم بتعطي بدلها موز، قشور الموز بتعطي مده تاثير 2.5 2.3 بثانيه، بس هي ميزته. طبعا اذا كان طبعا بالتيم بيرك، اذا كان بالسبورت يعني كان بالسبورت تيم، اذا كان هو شخصيه رئيسيه بيعطي 15 قشره موز يزيد من 6 ل 15 وتسبب بالتلف 12 قاعده. وهذا المسدس موجود بالمجر الاسبوع رح يكون من 1 يناير ولغايه 8 يناير، يعني الخميس الجاي ان شاء الله.
وهذا كمان شخصية موجودة مثل ما هاي الايس كينج، اسمه ايس كينج، كمان راح تكون ان شاء الله موجودة معنا، بس اتوقع بالايتم شوب كمان راح تنزل، لاني هيك اتوقع لك يعني، ما لاني ما اظن ينزل عليها تحدي، فلانه ملعوبة اول المرة، فراح ينزل اكيد، راح تنزل بالايتم شوب، راح نحصلها كمان ان شاء الله الاسبوع القادم طبعا، او جوز الاسبوع اللي بعده ما بعرف، يعني انه جوز الاسبوع القادم او الاسبوع اللي بعده، بس راح تنزل. بس هون بيكتب لك من 1 يناير، معناته في لازم يكون عندنا تحديث حاليا صح، 1 يناير يعني الاسبوع الجاي، معناته نهاية الأسبوع لازم يكون في أبديت، هيك أتوقع، ويوم الثلاثاء لازم يكون في أبديت حتماً حتماً حتماً، هيكون في أبديت الثلاثاء أو الأربعاء، راح يكون في أبديت حتى يحكوا عن المعلومات الجديدة. طبعاً هو عم بيقول لك بال 31 فاصلة بال 11.31.3 راح ينزل السب زيرو، طبعاً السب زيرو كمان راح ينزل أكيد بالإيتم شوب. طبعاً أنا حكيت لكم سابقاً عن هذا السهم الهيدروليكي راح ينزل، إيش معلومات عنه ما بعرف، بس كان في عندي صورته بس، وهلا نزل والناس كاتبين عنه انه هو سهم هيدروليكي جديد يحصل على ميزه من الضرر والمدى السريع، وكل ما زادت فتره الشحن يعني كل ما شديت طلعت شاده اكثر، كل ما بيعطي دمج اكثر، مثله مثل قاذف الربيجيه مثل اي اسلحه بيشحن. طبعا متواجد بالمتجر الاسبوعي من 8 يناير ولغايه 15 يناير، فاذا هذا يدل انه كمان كل اسبوع اللي بعده في تحديث، معناته الاربعاء هذا في تحديث والاربعاء اللي بعده اكيد في تحديث. طبعا هذا الشيء دل يعني دل انه راح يكون في عنا كل مهمات في بوكس، حتى مثل ما انكم شايفين كمان مهمات الفي بوكس جدا نازله يعني بشكل رهيب جدا، يعني مهمات في بوكس ما في ابدا، ما عم تجينا شيء. طبعا انتم على كل حال تابعونا على الفيسبوك وعلى الانستغرام، انت بس تنزل اي شيء فورا بعطيكم خبر، وخصوصا نهار التحديث اذا كان في في بوكس لعبوهم قبل التحديث راح تستفيدوا اكثر، خذوها مني. المهم في اي بي جيك السلاح الاخير اللي هو هذا كمان البو حكيت لكم كمان عنه، وهذا كمان بس حابب احكي انه لازم انت تاخذ مسافه امان بينك وبينه لانه يسقط بمرور الوقت وزياده الاضرار والمدى والسرعه مع وقت الشحن، يعني كل ما كمان شحنته كل ما زادت اقوى، ولو وقع على القرعه الموسميه في الماضي وسيؤدي الى تحمل السهم وصاروخ اضافي. جميل جدا، هاي التحديثات اللي اجت، هاي التحديثات راح تيجي ان شاء الله، وهي المعلومات حبيت اشارككم فيها عشان تعرفوا انتم شو راح يجيكم. في ناس كثير عندها رغبه تحوي هاي الشخصيه، وهي الشخصيه السوب زيرو والايس كينج، طبعا القطة في كمان، بس هلا صار عندك بدل القطة في عندك هاي الشخصية كمان جدا جميلة وجدا مهمة في كتير ناس رغبتها وتحصلها. هلا بنسكر من هالموضوع هون ونرجع ونروح على اللعبة، بنفتح لامات الشتاء ونشوف ايش راح يطلع لنا حظ مع حظ المتابعين الجميلين جدا. طبعا نسيت اخبركم انه في تخفيض على طور الزومبي، اذا تحبوا انتم تشتروا طور الزومبي حاليا في تخفيض عليه، في نزلت الحزمة هاي الذهبية اللي حاب يشتريها كمان في عليك جدا تخفيض جدا كبير، فاللي حابب طور الزومبي يشتري ممكن هلق يشتري، يعني هذا جيب معلومة جدا مهمة، في بعض الناس عندها رغبة انها تشتري طور الزومبي وهلا صار في فرصة انها تشتري بعد انه في تخفيض عليه. طبعا اذا تحبوا راح ما افتح كتير، راح افتح 10 بس عشان نترك لنا الفيديو الجاي ان شاء الله كمان، نشوف شو يطلع لنا. وخلينا نكمل 8500 هاي 17 وحده، شو جديد يطلع لنا. وهلا حظكم يا ايها المتابعين، بدايه اهلا وسهلا بالكل المتابعين الجدد اللي نزلوا على القناه، 300 شخص صار ما شاء الله زدنا خلال الاسبوعين الماضيات، يعني كان رقم جدا، هو رقم ضعيف جدا بس ولكن يعتبر على عدد متابعين وعدد اصدقاء الموجودين بعمر القناه يعتبر جدا رقم، وانا بتشرف فيكم كلياتكم. وهلا نبلش مع اول لامه ونشوف شو يطلع لنا خاص فيها. انا في فيديو سابق حكيت ايش راح يجينا ضمن لامات الشتاء، في كم شغله فتحت وقتها ثلاثه وقلت لكم كل ثلاث لامات راح يجينا شخصيه ليجندري، يعني ما راح ازعل اذا ما طلع لنا كثير ليجندري، يعني مع انه عندي رقم كثير كبير يعني، بس يعني نشوف ان شاء الله ييسر علينا وش يطلع لنا. حلو لحد الان بيض، يعني لحد الان ما في اي شيء يعني مثل اول شيء هيك جميل جدا. كله عادي وكله عادي جميل. اول شخصيه وعنديها، اول شخصيه ليجندري جت وعنديها اساسا. حلو حلو حلو، لا بأس لا بأس لا بأس كمان لا بأس. حلو هذا اللي خيرني بين شخصيتين، بس المشكلة اثنيناتهم بنفسجيات، اوه سلاحين بنفسجيين. هلا هذا كويس هذا كويس، بس رح اخذ هذا لان اليسار ما هو كثير بفضل، انا باخذ اليمين دائما، يعني اليسار بحس انه يتكرر ما بعرف ليش. قلق لنشوف ايش راح يطلع لنا كمان ضمن اللمت. طبعا في ناس ممكن تقول ايش راح يطلع لي ضمن اللمات، اللي راح يطلع لي انا ضمن اللمات اللي هو موجود في كتاب المجموعة اسمه مجموعة العيد او هدول العيد ازياء العيد او هيك، ممكن اول شيء مكتوب العيد بس في كلمة عيد معها، فهدول اللي راح يجوني هي شغلات. هي جتني تيت، حلو حلو، هاي كنت انا بدي اياها، لو تجيني وحدة ثانية مشان احطها بالكوليكشن بوكس، عندي شخصيتين كمان.
اه صحيح، اتذكرت في شغلة عاملينها في فورتنايت، وعشان شنو قلت لكم ده سلاح هيجيني منه مرة تانية قبل طبعا مش عارف تبع البوكس. فورتنايت عامله شغله انه بالكوليكشن بوك في بعض الشخصيات ممكن تعمل لها سحب من دون ما تدفع عليها في بوكس او تعمل عليها اي شيء. روحوا شوفوا انتوا ايش الشخصيه لازم تكون حلوه، شخصيه عندها انحناء ممتاز، ممكن في شخصيه ممكن تسحبوها من دون ما تدفع عليها اي شيء، لانه انا بزمان كنت خاطر الحفور وخاطر كم شخصيه وكنت بحاجه لهم وقدرت اسحبهم الحمد لله من دون ما احط اي شيء. فانا ما بحب انه احط شيء، خلاص بدي اتركه لحدث الجاي يحصله، بس وقت يجوني انه صرتني فرصه انه اسحبهم ببلاش فسحبتهم. فحبيت اشارككم كمان هالمعلومه اذا تحبوا تروحوا تسحبوا وشوفوا الله ييسر عليكم. حلو جيد، بحط انا 5 ثواني بس والله جيد جدا يعني، يعني الحظ مو اسطوري بس جيد. حلو اعطاني هذا جميل جدا، بس عندي منه هاي، عندي منه 3، عندي بالكولكشن بوك عندي وبالكتاب عندي 3 بالمجموع. تمام شكله هاي الشخصية بالراس الأسود هيكون لها أهمية جدا بالحديث اللي جاي، ما بعرف حاسه إنه مكثرين جدا منها فمش الناس تاخذها أكثر، يعني ما هي شايفة في شخصيات كتير موجودة ما هي شايفة مكررة قد ما هي شخصية مكررة، فأتوقع بحاولوا الناس تاخذها حتى تستفيد منها مستقبلا. أو في سبب ثاني ما بعرف شو السبب، بس يعني شايفة بكثرة بزيدة. حلو لحد الآن شخصية، وهي الشخصية الثانية ليجندري، لا 3 4 ليجندري، بس يعني من اللي جاني تاد عندي 1 ورقيب الشتاء، لا أنا آخذ تاد لأن عندي منه 2. إيش هو رقيب الشتاء؟ رقيب الشتاء، إيش هو رقيب الشتاء؟ والله نسيته، هلا بنشوف إيش هو رقيب الشتاء. رقيب الشتاء؟ آه الاختيار، ذكرت ممكن كان عندي 2. جندي ملحمي شد انا شخص والله جندي ما هي بدنا ملحمي، خليني اخذ جندي. حلو متخصص يعني ما عندي منه ابدا، جيد. شفتوا كم شخصية؟ بس 5، وهمني على عندي 2 منه، هذا واحد بعد بطل كولكشن بوك 2 خلي عندي، هذا عندي منه اساسا انا بيلين. هذا هو رقيب الشتاء، شفتوا هو رقيب الشتاء، فجيد جدا. نشوف ايش في طلع لنا شغلات ما حصلناها مشان نحصلها، لان في عندي كم شغله لازم نجيبها افراد حدث. اه اسمه ابطال عيد، هلا هذا راح ينزل ان شاء الله قريبا، هذا راح ينزل معنا فيه. هذا حصلنا منه 2، خلينا نحط واحد منهم بالكولكشن بوك. طبعا هذا عندي هلق واحد ممكن احصله بعدين احطه او ما راح احطه هلق، يعني جوز احتاجه لاحقا فراح اتركه انا اللي عندي الموجود الذهبي. هون في عندي ابي قلت 3 فخلينا نحط واحدة منهم، مش حتاج لها انا، خي ممكن احدة اسويها ذهبية اسويها ليفل ذهبي واحطها بس لحتى نفتح اللامنت وشو شي راح يطلع لنا في قلبها. طب خلينا نجرب او يلا خلص خلاص طلع عندي 10 آلاف ان شاء الله تحكي الفيديو الجاي حاجة اليوم يكفي لهون. كون صنع نهاية الفيديو، طبعا لا تنسى تحط لايك واشتراك في القناة اليوم فيديو حلقة جديدة والساعة 6، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسى البث المباشر على الفيسبوك او على بس ما في غير مقطع تاني. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.